موزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. هو بالفعل كان مقرر اليوم اجتماع من ساعتين، مرعنا إلى أنه الاجتماع تم الغائه، ونكون درجين ولا 4 ساعة تصلوا بينا الحقيقة يعني سيبا وكورون ما كانش في بالي. السبب حسب الظاهر أنه السيد رشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ما نجمش يحضر اليوم الاجتماع، ما نعرفش اسكو الاحزاب الكل اختزلت في شخص رشد الغنوشي، يلا ندرى حركه النهضه كلها اختزلت في شخص رشد الغنوشي. هذه هي الدوله اللي تشوفوا فيها اليوم. يعني نصيحه للسيد ياسر فخفاخ، ماذا بيا يقعد ايكوي ديستانس ونفس المسافه من كل الاحزاب السياسيه، يبعد على سياسه الابتزاز اللي استعمل فيها سي رشد الغنوشي. اليوم الدوله مفاتحه تحسها الكل في سي رشد الغنوشي، هذا مش معقول، ماهوش مسؤول. نداء الى السيد رئيس الحكومه المكلف، خليك بعيد على كل الاحزاب السياسيه، وابعد على المناورات والابتزاز السياسي اللي عايشين اليوم. ماهوش دوله اللي عايشين اليوم، شبه دوله، وشيء مؤسف ومخزي للغايه. وقت اللي نجيبوا احنا اقتراحات اليوم معنا باش نناقشوا الوثيقه، نلقاو الاجتماع اجل لا لشيء الا لانه السيد عنده اسباب صحيه. كنا باش نعملوا ديكلاراسيون على اساس شنو نقاط التحفظ نتاعنا على الوثيقه هذه، كنا باش نناقشوا معكم انتوما شنو الاسباب اللي تخلينا نخرطوا ولا ما نخرطوش في الحكومه هذه. لكن للاسف الغالب اليوم نجموا نناقشوا كان الحاله الصحيه نتاع سي رشد الغنوشي، ربي يفرج عليه على كل شيء، ما على خير.